في إطار البرنامج السنوي ديال الجمعية ديال الأجيال الشوية بسطات، وفي إطار تحضير لتقديم المساعدات للأسر المعوزة بالمناسبة ديال العيد عيد الأضحى المقبل إن شاء الله، مجموعة ديال المانحين ومجموعة ديال الأعضاء الشرفيين ومجموعة ديال الأعضاء المنخرطين بالجمعية ديال الأجيال الشوية وضعوا اليوم الدفعة الأولى ديال الأضاحي ديال العيد اللي غادي توزع على الأسر المعوزة، وهاد الأضحيات هذه جات من المساعدات ومن المنح اللي كيقدموها هاد المانحين الجمعية ديال الأجيال الشوية بعدما قاموا بواحد الدراسة وشخصوا الوضع ديال مجموعة ديال الوضع ديال واحد المجموعة ديال الأسر المعوزة، واللي من خلالها إن شاء الله اللي من خلال هذا العمل الاجتماعي التكافلي الإحساني أنه غادي تقدم لهم الأضحية ديال العيد على حساب المستوى ديال فهمتي ديال العائلة اللي هي في حاجة ماسة لهذه الأضحية هذه. كذلك بالموازاة مع هذا العمل هذا المانحين ارتأوا أنهم يدمجوا يعني تقديم الأضحية ديال العيد مع ثلاجة مع واحد الثلاجة مع واحد الفران مع الفران، لأنه واحد مجموعة ديال الأسر كتحتاج، كاين اللي عندها ثلاجة وما عندهاش الأضحية، كاين اللي عندها الأضحية ما عندهاش ثلاجة ما عندهاش الفران، ارتأوا الإخوان أنهم ينوعوا وهاد التنويع هذا ديال هاد المساعدات غادي يرجع بالفضل وغادي يحسن من الوضعيه الاجتماعيه ديال هاد الاسر هذه اللي هي حاجه ماسه لهذا النوع من المساعدات. نسبه الهشاشه ونسبه الفقر في الاقليم كبيره جدا، انتم كجمعيه احنا حقيقه واحد النسبه مرتفعه ديال الهشاشه والفقر في الاقليم فهمتي مرتفعه، علاش؟ لانه عده عوامل لعبه في هاد النقطه هذه بالضبط. هاد العام كاين الجفاف، الامطار كانت قليله وما كاينش الصبا، ما كاينش المدخول ديال الفلاحه باش الناس تعالج، والجمعيه ديال الاجيال الشويه تتدخل في العالم القروي، العالم القروي اللي هو محتاج والاسر فيها متضرره، ولذلك انه سعينا اننا نساعده بقدر الامكان من طرف يعني المانحين اللي هما منخرطين فهمتي رسميين في الجمعيه ديال الاجيال الشويه. على جيب الحولية صوروا ورا الحولية. هذا سي الإمام الأضاحي ديال المانحين اللي غادي يتفرقوا من هاد المحسنين. دابا واش هذه مبادرة طيبة كنحضر ليها اليوم، واللي كما كيبان على أن هاد الجمعية اللي كتأثر في الجاني تدير العمل اللي هو عمل خيري بامتياز لجمع مجموعة أضاحي العيد اللي راح تعطى بعض العائلات اللي هي معوزة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أيادي البيضاء اللي كتشتغل جميعا من أجل خدمة المجتمع، من أجل خدمة العائلات المعوزة، ومن أجل دعم كل الفقراء في بلدنا العزيز. هي مناسبة كنبغي نشكر كل اللي ساهموا في هذه المبادرة، كل اللي مد بالقليل أو الكثير من أجل إسعاد العديد من العائلات في عيد الأضحى المبارك إن شاء الله. نتمنى التوفيق ونتمنى المزيد، والله يكمل بخير والله يكمل عليكم فتح الخير، ونتمنى على أن هذا العمل يبقى دائما، ونتمنى على أنكم تشوفوا هذا المسار اللي فعلا يجسد أحد العناصر الأساسية ديال الدولة الاجتماعية اللي كينادي بها سيدنا واللي كتعمل عليها الحكومه الحاليه، واللي ان شاء الله نتمناو على انها تعمم.